لأن من الماء كل شيء حي جعل، فقد كانت مشكلة نقصه وغلائه من أكثر المشاكل تأثيراً على أهالي المحرر الذين بات اعتمادهم على سيارات نقل المياه التي تعج بها المدن والبلدات يثقل كاهلهم ويؤرق عيشهم. كيف لا وقد باتت من يفترض أنهم شركاء فيها مع الكلأ والنار سلعة تستغل وتحتكر كما يقول هؤلاء الذين يضطرون اليوم لشراء مياه الشرب بالأواني لسد حاجاتهم اليومية. أخوي نحن هلأ عبينا مي بدونة وبرميل، هو بكفونا يعني شي نهار نهار ونص شي 200-300 لتر، حقهم شي 500 ليرة، يعني كل نهار نهارين منا نحن ب 500 ليرة مي. ضخ المياه للمنازل عبر الشبكات كان بإمكانه أن يوفر 80% من مصروف المياه على الأهالي حسب تقديرات بعض اللجان الفنية، بيد أن معظم البنى التحتية اللازمة لذلك من شبكات وخزانات وأبراج كهربائية مدمرة أو متصدعة، ولا تصلح المجالس المحلية بإمكانياتها المحدودة ما أفسد القصف، هكذا يقولون. الخزان، خزان المياه في القرية، عن الشبكة الرئيسية في القرية، عن حتى المحولات تم ضرب أغلب المحولات الموجودة في الخزانات المائية عن طريق اللي كانت تولد عن طريق الكهرباء. عدة مبادرات محلية ظهرت للتخفيف من أزمة المياه، قام بإحداها مجلس بلدة إبين بريف حلب الغربي عبر حفر بئر وتجهيزه بنشاط شعبي بامتياز ليعمل على توفير المياه للأهالي بسعر التكلفة فقط، أمر ربما يكون حلا معقولا لكنه لا يرقى بحسب الأهالي ليكون حلا جذريا. رغم كل محاولات المجالس المحلية في التخفيف من مشكلة المياه في أرياف حلب، تبقى وجود عشرات الجرارات وسيارات نقل المياه خير شاهد على تفاقم هذه المشكلة والتي باتت تثقل كاهل كل مواطن في المناطق المحررة. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.